أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من زعم بأن دعوة جماعة التبليغ دعوة صحيحة؟ من واقعها، نرد عليه من واقعها. إذا كانت دعوة التبليغ أو غير دعوة التبليغ على الكتاب والسنة وتهتم بالعقيدة والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات، هذه دعوة صحيحة. أما إذا كانت ليس فيها اهتمام بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا تنهى عن الشرك، وإنما غرضها التجميع فقط، فهذه دعوة ضالة، التبليغ وغيره. فنحن عندنا الميزان للدعوات، وهو الكتاب والسنة والدعوة إلى العقيدة والنهي عن الشرك وعن البدع والمحدثات وتنقية الدين مما نسب إليه وليس منه، فهذه دعوة صحيحة، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سار عليها فهو على منهج صحيح. أما من خالف هذه الدعوة وذهب يدعو إلى أشياء محدثة أو مناهج جديدة ليست من السنة ولا من عمل الرسول ولا من عمل أصحابه، فهي دعوة مردودة، سميها بأي شيء. نعم.